صورت نجم يصير لكل شيء مريم بن ميمي، ندخل طول في الموضوع إلا فقط أنه اسم مريم بن ميمي يتحط في جينيريك تاع فيلم إباحي. هديت الغالبة يا هادي. صحيحة؟ صحيحة الحكاية. ضحكوا عليا وتمنيكوا عليا وقالوا لي هما يعملوا في حاجه معناتها عاديه ويعملوا في روبورتاج فيلم وثائقي وكذبوا عليا. ما قالوليش قابلتها المخرجه هي ساعه ما تستحقش لو تيتر نتاع المخرجه مع كل احترامي للمخرجين.